إخوان السلام عليكم، كيف دايرين؟ بخير بصح عليكم. بلاش كلكم عارفين بلي هاد تقريبا هاد شي جوج سيمانات في المغرب كيديروا ديك التحرير الملك ديال الدولة، الملك العام، الطروطوارات والساحات والشوارع وكل شيء. وبحقها كنا نشطنا، واخا دابا حنا ماشي تما، انا بعدا فرحان، عاجبني الجو داكشي اللي كيديروا، حيت بصراحة مما كتمشي كتحس براسك بحال كتشوف بلا هذوك كيديروا اللي بغاو، دوك الفراشة كيديروا اللي بغاو، اللي عندو شي قهوة كيمشي، اللي عندو شي قهوة تيمشي يدير الطراس، تيسد تيشد الطروطوار بحال راه ديالو، ولو كيهبطو حتى للكياسات، كيخلو بنادم ملي كيدوزو، حتى في الديور كيخرج الطروطوار يدير لك جردة ويسد عليك حتى. لا دو ريستورو كيدير، لا دو كي دروغري وكل شيء، هذا كيبيع السيما، هذا كيبيع الياجور، هذا صافي كيطرقوا لايف هاد النهار. وبنادم كيدير العام اللي فات والله الا مشيت سد سليمان وغادي في الطريق هاد الطرومين ولقينا كينزيدوه، وبنادم وتخيل وتخيلوا اي والله، واش شاد الطريق كامله فراشه كيبيعوا كرارس فراشه، وانت ما تقدرش تزيد، بنادم ما كيقدرش يزيد، والطروطوارات عامرين، كل شيء عامر، صافي مطرقة الدنيا. وهذه شي سيمانة شفتهم خدام كي، المهم تاهما تيديروا نفس العملية، تحرير الملك العام، ها هو المشكل، هذه ماشي مرة ماشي جوج دايروا هاد القضية، تيديروها وتيولوا. داك الشيء موسمي، سيمانه جوج ثلاثه شهر صافي كيحبسوا، كتولي الاوضاع تولي كما كانت، صافي كيسيطروا على الزناقه ولا التروطوارات وكيطرقوا كل شيء. وداك الشيء اللي بغاو يديروه، داك الشيء خص تكون حمله ديما، يوميا خص تكون حمله يوميا، والقانون يطبق. الا حصلتي ماشي يهزوك، وانت كتجي مثلا عندك ريستورو كتدخل 6000 7000 8000 درهم في النهار، كيجي اش كيديروا؟ كيحيدوا لك روح على الكراسة ودوك الورد اللي كاين كيهزوه صافي، كيخويو السيكتور. وهاد حتى ديما رابح، مول ريستورو ديما رابح، مول القهوة ديما رابح، شكون اللي خاسر؟ هو المواطن. انا معاكم، انا فهاد الشيء شوفوا الدنيا كي دايره هنا، صافي كتسارب كل حرية، ما كاين والو، ما كاين والو. ها تشوف، وغنوصل بكم للقهاوي وتشوفوا قهاوي على الطراس، هاد بنادم فين تيجلسوا في الشارع، هادشي القهوه كتلقى على الطراس، حاط الكراسة ولكن محدد لهم شحال من طابله يديروا، ما يفوتوش داك العدد، محددين لهم وكيخليو واحد البلاصه من يزور الراجلين، ما كاينش ديك استعمر الطروطوار ودير اللي انت باغي وبنادم شي فشي يموت، ما كايناش هنا. والضريبه نازله عليهم، وماشي العام كله، كيجي واحد الوقت يقول الله هز عليا الكراسه، ملي يدخل البرد وهادشي بعض المرات كيهزو، ما كيبقاش، ماشي بحالنا عندنا في البلاد ديما العام كامل هما محتلين الطروطوارات. لا ها انتم شوفوا، بنادم كي غادي كيتسارى وبكل حريه، وهاني ما كاين لا كراسة يبرزطوك، ما كاين، وانت دابا كتبقى غادي في التروطوار. وعاوتاني المشكل اللي عندنا في المغرب هو التروطوارات انهم ضيقا، كيفاش دابا واحد كيدير جزيئه وتيشد كيدير لك تروطوار فيه ميترونز ولا مترو؟ انا بعدا شفتهم خصهم ديك الاحياء الشعبيه وكيدير، ما فهمتش انا، يا مترو ولا جوج مترو كاع هي في التروطوار، كيدير بنادم كيدير؟ وانت شاري كراج فيه 8 متر كاري ولا 7 وقال لك باغي يدير به قهوه ولا يدير فيه محلابه ولا ريستو، كيدير جوج كراسة وراه صافي، راه بحال اللي كتقول له سير خرج برا، سير استعمر التروطوار واستعمر. ها انتم شوف الناس كي ما كاينش، يا بنادم جالس وانت راه غادي في التروطوار، الدنيا هانيه، ما كاين لا استعمر التروطوار ولا حتى حاجه. ها انت شوف وماشي عاده حيت شارع كبيره، راه المدينه كامله، واخا كاين شوارع اللي كتكون صغيره ولكن كتكون ها انا نوريك
كاين حريه التنقل. انا نوريكم بعدا كي داير النومال هاد. ها انتم شوفوا الكراسه فين وشوفوا بنادم مين كيدوز. ها شوف ها شوفوا الكراسه، ها هما الكراسه، ها هما مين كيخليهم مين كيدوزوا. ها شوف شوف الكراسه، شوف شوف شحال شحال المسافه، شوف تقريبا 3 متر. ها صافي كدوز هانيه، ما كاين حتى شي مشكل. ها شوف هنا، ها ها شوف ها شوف بنادم في جلس، ها شوف شحال دايرهم ديال الاتساعات. كتنقل بكل سلاسه بكل حريه، ما كاين حتى شي مشكل. ها انت شوفوا كي داير، شوفوا الخضره مثلا، ولكن ما كاينش استعمر والو. ها شوف شوف سوبر مارشي كتزيد، ما كاين والو. انا نحاول نقطع من ليه، انا نوريكم ثاني الشارع الاخر. ها شوف ها انتم شوف شوفوا التروطوار، شوف شوف ما كاينش، شوفوا التروطوار. يعني عندنا حنا في البلاد خص قانون ديال التعمير خص يتبدل. انت غادي تمشي دير اخويا دير جزيئه، يلا بسم الله، ولكن كاين شروط. ماشي دير لي زنقه فيها 3 متر والتروطوار فيه متر ونص تقول يلا، وتفرح عباد الله 70 متر تقول يلا 80 مليون 70 90 مليون. ها شوف شوف اخويا باغي دير جزيئه، يلا ها شحال من مترو على الاقل خص يكون عندك في الشارع، ولا كان الشارع رئيسي بيان سير خص يكون التروطوار يكون على عندك. ها انتم شوف شوفوا التروطوار، ها انتم شوف لاحظوا شوف ها انت شوف شوف ها انت شوف التروطوار، شوف شوف التروطوار. هذه راه منطقة تجارية سكنية، وكاين الرواج هنا، راه ماشي شي حي. حتى الأحياء اللي كيكونوا بهذا، حتى الأحياء اللي كيكون بعاد نفس الشيء، ديما 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 الأسبقية للراجلين. وحال قضية أخرى كيديروا دابا، حنا في المغرب تيمشيو يوسعوا الطرقان للطونوبيلات، هنا لا، هنا اش كيديروا؟ هنا كيوسعوا كينقصوا من الطريق فين كيدوزو الطونوبيلات، وكيوسعوا لهم لي تروطوار. ها انتم شوف شوفوا الناس في جالسين، ها شوفوا الناس في جالسين، وشوف كيديو النص ديال الكراسه قراب للطريق والنص الاخر للطريق الاخرى. ها انتم شوف ها انتم شوف انت في غادي شوف ما كاينش باش نكمل من هنا، حيت ما بغيتش ندوز من نفس الشارع باش نوريكم بزاف. ها انتم شوفوا، وهي في الحق انا ملي شفتها في مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام، راه في الحق راه عجبني الحال والله تعجبني. وكنتمنى انه هذه الحمله تكون ديما، والضرب وزير على بنادم انت خدام كتدخل ملايين في الشهر، وفار عباد الله في الخم كتبدا تهضر معاه يدور فيك، ودوك الفراشه تهضر معاه يبدا يسب فيك، وتبقى حتى غادي بالحق راه مشينا لشي مدن. ها الله يحفظ، صافي استعمروا كلشي. ها نشوف التروطوار قداش، بنادم غادي مرتاح، ما كاين لا الدافية، ما كاين لا غبط، لا التروطوار يولي ديال سيب لي التروطوار ديال المواطن، صافي هادشي اللي كاين. شوف انا ملي شفت هادشي قلت خصني نصور ندير شي فيديو على هاد، حيت هاد الموضوع مهم، راه ماشي راه التغيير، التغيير كيما كان كيبدا بحوايج بسيطة. خو العقلية خصها تبدل، ماشي انت تفكرها في راسك، وفكرت اخوتك. يلا واحد السيد مريض، واحد كبير في السن، وما يقولك ما كاين كيزيد، ما والدنيا عامرة. هانت شوف الناس، شوف الناس، واخا هانتوما شوف، واخا البنية هما كيجلجو،
ولكن ها كدير لهم لي باريير والسلعه ديالهم محطوطه ها انتما شوف. وديما ديما كيخليو المواطنين يدوز واخا تكون الاشغال في الطروطوار ولا في كاس بعض المرات الطرق راه كيصاوبوها كيجيو في الليل تيقادوها ولا غداك الصباح مصاوب. ها تشوف شوف شوفوا واش داير حفره. شوفوا واش داير لها هذه راه حفره اش حطوا فوقها خشبه باش الا المهم حتى واحد ما ينقز هنا وداير لها البارير لا سيكوريتي كيفكروا في لا سيكوريتي. ها انتوا شوف 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 الطروطوار شوف الطروطوار قداش هاي والله. وحتى في دوك الاحياء القدام عندهم الطروطوارات ديالهم واخا تيكونوا مثلا الطروطوار ما عريضش بزاف ولكن داير كدوز كتمشي كدوز كتمشي عادي غادي عادي ما كاينش ما كاينش كدوز مرتاح شي مرتاح مرتاح كدوز. ها انتم شوف ملي كيكونوا كيبنيو ديما شوف لي باريير دابا راه كيعاودوا اش كيديروا شي قادوس ما ديال الماء ولا الوضع الحار ولا ما ديال. ها انتم شوف 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 التروطوار شوف التروطوار كيفاش هنا. ها شوف ها شوف شوف التروطوار نتمنى والله الله الله هاد الحمله تدوم والمدن كلها جميع المدن في المغرب ويرجعوا المواطن الحقوق ديالو وانه يتمشى بكل حريه. ها نشوف شوف الطروطوار كاينش ها تشوف الفيديو كيبقى قفز بصح خاصني كاميرا صافي ان شاء الله نشري شي كاميرا. هاد شوفو ياك شتو هاد شوف ما كاين لا اوبستاكل لا والو كتمشي نيشان. هاد شوف شوف, 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 شوف إما مشيتي هاد شوف شوف إما تنسي ايوا خوتنا هو هذا ساليت الفيديو ديالي و ما كنتش في الحقيقة ما هو ندير هذا الفيديو. انا خارج هادي خارج نقضي شي شغل وكنت كنشوف واحد الفيديو تحرير هاد القناة تحرير الملك العوم قلت خصني في الحقيقة خصني ندير شي فيديو باش الواحد المهم الاستفادة صافي ماشي خصني ندير هذا موضوع مهم وخصني ندير فيديو داكشي علاش ما في الحقيقة ما كنتش مأول ندير هذا الفيديو. كنتمنى انه يعجبكم وكنشكر الناس اللي داروا اللي تابوناو في القناة واللي كيشاهدوا الفيديو كامل واللي كي حقا كتحس براسك بدات على حيت هادشي ماشي كنبقى ديما كنفكر شنو اش من فيديو ندير اش من كنبقى ديما واش من نوع الفيديو ما كنبغي ندير شي حاجه اللي الواحد يستافد منها وكنبغيش ندير نابورت كوا داكشي ديال السبان وداكشي ديال السكوندال ما نديرو به لا ما حوايج فيديو اللي الواحد يستافد منهم شوفوا واخا كاين الخضره في الطروطور ولكن ها انت كاين منين دوز شوف كاين اتساع منين دوز ما كاينش
نفس هنايا شوف باغ تشوف مما مشيت يا مما مشيت مما مشيت الدنيا صغيرة هنا داير لهم ملي بدات الكوفيد كورونا الادارات ما كيخليهمش يدخلوا كيدخل داكشي اللي باغين ثلاثة جوج صافي الاخرين كيبقاو يتسناو برا بنادم باقي باقا السلطات شوية ماشي مزيرين بزاف ولكن المهم مينيم باش ما بنادم راه باقي يخلو داكشي اللي داز راه ماشي ساهل شحال من دقيقة شحال درت 16 دقيقة بديت كنطول الفيديوهات في الأول عرفت واش كان يوقع لي في الأول هادوك الفيديوهات الأولين وكانت كتشدني واحد الدهشة واحد خلعة ماشي خلعة ولكن بحال راه شنو نقول لكم بحال راه كندوز شي امتحان ولا شي قاسم مع الأستاذ كنهضر ودهش ولكن دابا كنحس براسي دابا نو دابا لا كنحس براسي بحال كنهضر مع شي واحد كرافو شي واحد صاحبي ولا خويا ولا عمي عادي ما كنحسش بهذاك الشيء اللي العيب فيديوهات الاول راه كنت كن قلبي تيبقى يزدح والله حتى قلبي كيزدح كنهضر ها خدام كنهضر ومخلوع داكشي شويه بشويه ماشي كتحيد ها كتولف دابا ولات عندي هانيه كنشد الفيديو كنبدا نصور صافي ما في الاول والله ما نكذب عليكم داكشي علاش كندير فيديوهات قصار الا صورت 5 دقائق او كنصور 5 دقائق ولا 6 راه كنفرح بحال اللي صورت نص ساعه والله الا لا والو نهار اللي داك الفيديو اللي صورت نهار الحد اللي درت فيه تقريبا نص ساعه واش حال نشط واش حال نشط شحال عجبني الحال قلت واه والله الا ترى ملي كندير شي فيديو تيعجبني الحال في الحقيقه راه واه 18 دقيقة واف ها انتم شوف ياك لاحظتوا معايا دابا الفيديو كامل ها التروطوارات التروطوارات فقط للراجلين البيع والشرية في الحوانت اللوكال ديالهم كيما قلت في المغرب بعض المرات ممكن نبقى نفكر كتقول ويلي وثاني بنادم داير عاطينه لوتوريزاسيون ديال كراج فيه 10 لوكال فيه 10 متر كارية وداير فيها ريستو ولا داير فيها قهوة وانت كيفاش بغيتي ما يخرجش يستعمر يشدش التروطوار ثاني راه ما وتجي وكيفتحوا هذا المشكل دابا ولاو حتى في السونتر فيل تيدير الكراج صغير نشت والله الا ما شفت كراجات في قنيطرة و بلان سونتر فيل وعباد الله والكراج فيه ما عرفش 4 متر كارية وخصكم تعرفوا بشحال كيطلبوا فيهم وما كاين 300 مليون 200 مليون 400 مليون ولا شتيه تهرب تقول ويلي واش هذاك اش غيدير دابا هذاك هذاك غيخرج هذاك 100% غادي يخرج غيخرج للتروطوار غيخرج للتروطوار ما كايناش اي حاجه دارها غادي يخرج برا غيخرج يبيعها بحال كيقول لهم خرجوا سيروا للتروطوار تشدوا هادشي اللي كاين والكراج هنا راه شنو نقول لكم راه الكراجات كاينه 60 متر 70 متر 80 متر 90 متر 100 متر قداش كراجات راه شنو نقول لكم وفين ما كاينش الطلب عليهم عندهم الديور اللي غاليين كراجات رخاص
سيادنا خليت لكم الراحة وشكرا شكرا شكرا بزاف الناس اللي كيشوفوا الفيديوهات اللي كيشوفوا الفيديوهات وكيكملوهم حتى الاخير شكرا بزاف اللي حيت شويه كنضربوا تماره المهم حيت الوقت كنخدم وما عنديش الوقت بزاف وداك الوقت اللي كنبغي نرتاح فيه بعض المرات كنضطر نخرج نصور فيه داكشي علاش ما كنتش كنخدم راه كون درت اربع الفيديوهات في النهار ودرت بزاف الحوايج اري الله يخلي لكم وتصبحوا على خير وشكرا للمشاهده وبسلامه.